الذين ضحوا من أجل حرية الجزائر لنستمر نحن على دربهم ونجعل من وطننا رمزا للكرامة والعزة والمجد. وبركاته بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز نحيي في هذا اليوم العظيم ذكرى 70 من بلاع الثورة التحريرية الخالدة الثالثة من نوفمبر 1954 التي أعلنت على انطلاق حرب دامية ضد الاضطهاد والاستعباد. فكانت مسيرة جهاد خاضها آباؤنا الأبطال بعزيمة كبيرة، فسقوا أرض الوطن الطاهرة بدمائهم الزكية لتحمي فقط بلد الشهداء وبلد أرض مليون ونصف مليون شهيد. سيدي النائب العام للولاية، السادة المديرين والمديريات، تنفيذيات للولاية، لكم كل احترام وتقدير. وانا من 2002 وانا نطانطي حتى كل العام وربي جاب الخير الحمد لله والحمد لله يا ربي ونشكر ربي ونشكر الناس اللي ما داوش يصبروا حتى كيما صبرنا حنا وربي يجيب الخير الحمد لله الخير والله يشكر الدولة ونشكر الحكومة والله كثر خيرهم وسكنونا وجاو معنا من 2002 وانا نطانطي.